حد يقدر يدينا كده عشان اوكي بس هي ليها نعم البلانينج ده مرحله ثانيه مش مرحله اولى الانيشيشن صح تمام ده الفيز الاولى دي الفيز الثانية طيب الفيز الثالثة ايه؟ execution تمام احنا عارفين الاكسكيوشن هو خلاص انا الفكرة بتاعت المشروع ولغاية اما المشروع اتوافق عليه اتولد تمام ببتدي ادخل بقى بشيء من التفصيل بالعرض في المشروع ابتدي اجهز المشروع ده المفروض يتنفذ ازاي ومين اطرافه من خلال الجوانب دي كلها تمام بعد كده من اول ما ابتدى بلاننج وابتدينا نعمل تنفيذ فيه بنبقى محتاجين دايما نتشيك التنفيذ ده بيتم بشكل مظبوط ولا في ولا ابتدى ينحرف عن المسار بتاعه فلازم يبقى في عندنا تشيك بوينت اسمها المونيتورنج اند كنترول اوكي لو لقينا حاجه في المونيتورنج اند كنترول هنا بتظهر بروح مطلعها تاني بلاننج تعمل لها الرايت موديفيكيشن وتبتدي تروح لها تاني يعني هي دي الاسهم التطور الطبيعي بتاع البروجكت لغايه لو في حاله ان لقينا هنا حاجه محتاجين موديفيكيشن او كوركتيف اكشن او بريفنتيف اكشن اند سو اون تمام الدنيا ماشيه سليمه بنبتدي ندخل في الفيز رقم 5 هي ايه؟ كلوزنج تمام الكلوزنج ده على فكره ممكن يتم بير اتش فيز بير اتش ديليفربل او مايل ستون ان احنا كده لغايه هنا اهو لان دي هنشوفها في برضه حاجه ثانيه خلينا هوضحها لحضراتكم بس لغايه هنا اتس اوكي يعني احنا عارفين ان المشروع في عندنا تسع نقط معرفه هي الناين نولج اريا او الناين نولج اريز وفي عندنا فايف فيزز من البروجكت بيمر بيها دي مراحل يعني مراحل المشروع او بقى من اول النمو لغايه الانتهاء تمام لغايه كده اوكي في حاجة في حد حرك في حاجة؟ تمام؟ حرك معانا؟ دي الفكرة ببساطة ده الموضوع كده يعني طبيعي في شيء من التفاصيل بنبتدي بقى نتحرك عليها بشيء من التفاصيل بعد كده طيب نرجع بقى ان احنا المشروع هو بيتكون في عندنا حاجه مهمه جدا W بي اس هي الورك بريك داون ستراكشر تمام هي دي بالظبط زي حضرتك عارفين الاورجنايزيشن شارت الهيكل التنظيمي احنا بنقول ان لو دي الموضوع الرئيسي بيبقى داخل عندنا مجموعه حاجات دي المايل ستون ستون 1 دي مايل ستون 2 هنبسط برضو الدنيا شويه مايل ستون 2 وهنا مايل ستون 3 مايل ستون 3 تمام احنا عايزين من المشروع اللي احنا بنتحرك عليه عايزين نحقق ثلاث اهداف او ثلاث منتجات او خدمات او نتائج رئيسيه. اوكي؟ النتائج الرئيسيه دي بدخل بعد كده طب دي ده دي الهدف او النتيجه اللي انا عايز اوصل لها، طب هوصل لها ازاي؟ او هحتاج عشان اوصل لها ايه؟ برجع اعمل ليفل تاني من البريك داون تمام؟
محتاج ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3 لغايه هي دي تغطي لي النقطه الرئيسيه عشان احقق دي، او داخل فيها ثلاث خطوات فرعيه لازم اوصل لها هنا. تمام، ستيب 2 تمام، ستيب 3. طب عشان اعمل دي الخطوه دي بلاقي في بريك داون تاني موجود، اوكي، وهكذا بفضل اعمل بريك داون لغايه ما بوصل للنقطه. تمام، الورك ستيشن اللي عندها بعض رئيس اكتر من حاجه، بعض رئيس التاسك دي هتاخد مني وقت قد ايه، وحدد مين هيقدر يعملها وهتتكلف قد ايه. وصلنا زي مثلا هنا دي الورك ستيشنز بتاعتنا اللي مجموعه عباره عن مجموعه اكتيفيتي. تمام، نحدد كل واحده هتاخد مني وقت قد ايه، ومين هيقدر، وهقدر اسند الجزء ده لمين، والجزء ده لمين، والجزء ده لمين، والجزء ده لمين. تمام كده عملت البريك داون بتاعي، طبعا بقيس على كده تفاصيل هنا اهو. وانس انا حددت دول بقدر اطلع بعد كده الديكومبوزيشن. تمام، او احنا عملنا ديكومبوزيشن، الكومبوزيشن بعد كده اروح طالع بعد كده عرفت ان هنا لو هنا هتاخد لي يوم يومين ثلاثه يعني محصلتهم ست ايام، هنا سته وهنا خمسه، يبقى المفروض دي مثلا تاخد 11 يوم، وهكذا بطلع كده. ودي هنا 11 وهنا 4 15 وهنا 5 كمان، يبقى هنا المفروض دي تاخد لي 20 يوم، يبقى الفتره الزمنيه اللي هتتحقق فيها هنا 20 يوم. تمام، فبنتكلف قد ايه نفس السيكونس. فهنا بقيسها ببساطه شديده ك ك كسكجول محتاج قد ايه، وك كوست بنفس الطريقه كده لكل ايتم من دول. وهنا دي بتتعمل بتغطي جوانب معينه، كام بيمز مثلا او كام في البري كاستنج او البروسيس دي هتاخد قد ايه كاي تي، وهكذا بقدر احدد التكلفه بتاعتها قد ايه، واطلع في دي بتتكرر كام مره، الاليمنتس اللي جواها قد ايه، بتحرك فيها لغايه ما بقدر احدد المنطقه دي بتغطي عندي تكلفه. اوكي، بطلع بال لو نحدد التفاصيل بتاعت المشروع كورك بريك داون ستراكشر او ك الهيكل التنظيمي بتاع المشروع، بطلع بالسكادول وبطلع بالكوست او البادجت بتاعت المشروع. تمام، فالكورس بتاع البروجكت مانجمنت بيساعدنا ان احنا اولا نفهم الكونسبت بتاع البروجكت مانجمنت، وبيساعدنا ان احنا نفهم المنهجيه بتاعت البروجكت مانجمنت ايه. تمام، خلال السيشنز اللي بنعدي عليها بنقدر نفهم زي ما وضحت لحضراتكم هنا اهو ايه هي مراحل المشروع وايه هي جوانب المعرفه المفروض نغطيها عشان نتعامل مع المشروع. في النهاية حضرتك بتبقى ألميت بالجوانب المختلفة، وبيبتدي حضرتك بتبتدي تعمل يور اكسرسايز اللي بيها بعد كده تبتدي تتمهد للشهادة بتاعت البروجكت مانجمنت بروفيشنال. دي صورة ونموذج من الشهادة، وبعد حضرتك ما بتشترك في البي ام اي بيبعت لحضرتك ايدنتيفيكيشن كارد، ده شكله على سبيل المثال برضه، بيبقى حضرتك بتاخد رقم وبتاخد تفاصيل معينة، تبقى حضرتك بتمنبر في البروجكت مانجمنت انستيتيوت.